في الواقع أنا سعيد جدا بهذا الحشد الجميل، الأصدقاء الأحباء المبدعين والمفكرين أيضا. يعني أولا شاكر لحضور الجمع، وأشكرك مرة أخرى لأنك يعني سمحت أن صالونك ينتقل إلى مرسمي ونلتقي جميعا في جو فن تشكيلي. يمكن ما هوش كل الفنون لكن واحد من أفرى الفنون. حقيقة دكتور حسن عرفناك شاعرا ورجل أعمال، لكن اكتشفنا فيك النهاردة الفيلسوف اللي قاعد يتحدث عن أعماق الأعماق، وإنك يعني فعلا بتستحضر أفكار رائعة وجميلة وتشابهات يعني رمزية لها دلالات واقعية في الحياة. يعني الحقيقة أنا النهاردة ملاقي كل الأصدقاء، يعني شيخ النحاتين آدم حنين، على زي حواس، على هاني شنودة، على أحمد شيحة، طارق شرارة، يعني كل المجموعة الحقيقة اللي موجودة، مش عايز أسمي كله لكن هم عارفين مشاعري تجاههم كلهم. أنا اللي أنا عايز أقوله أنه فكرة الإبداع دي فكرة أولا هي فكرة سامقة وواسعة وعميقة للغاية. الإبداع هي كلمة لكنها هي فعل بكل المعايير. وعندما أتحدث عن الإبداع لن أتحدث عن الإبداع الفني والثقافي والفكري، لكن أنا عايز أتحدث عن الإبداع المادي اللي هو يتمثل في الحياة، كيفية يعيش الإنسان وماذا يبدع. الإبداع وليد الخيال أساسا، يعني من له خيال سوف يبدع. ويعني أحب أقول أنه لما جت فكرة الإبداع في ذهني أنا تذكرت أشياء بسيطة جدا لكنها عميقة وعبقرية. نفترض مثلا عندما قلنا إحنا اختراع العربة، اختراع العربة دي إنها في النهاية فيها عربية ناس بتسوقها، هي هي أساس الفكر الأساسي معمول لها هدف. لكن هل اختراع العربية بقي كما هو منذ أن اخترعت إلى الآن؟ تغيرت. التغير ده هو الإبداع. كل فترة لابد وأن يصل التنافس في الشكل عشان يعطي للموضوع ذاته قيمة جديدة تتمشى مع الحياة اللي احنا بنعيشها. العجلة، اختراع العجلة، ما هو ده إبداع. يعني العجلة لما اخترعت هي غيرت شكل الحياة. يعني زي ما ذكرت ان ربنا خلق الكون وخلق الأرض، لكن الإنسان أنا في اعتقادي أنه خلق الحياة، الحياة اللي احنا نعيشها، خلق كل الأشياء اللي بنمارسها في حياتنا وبنتأمل لها ونتأمل فيها. فلو جينا مثلا نتحدث عن احنا أزمتنا مع الإبداع، احنا عندنا أزمة اجتماعية مع الإبداع، وده واضح جدا في مبانينا وفي شوارعنا وفي كل عاداتنا وتقاليدنا. في أزمة إبداع، أزمة إبداع، لأنه لا أحد يبتكر ولا أحد يحافظ حتى على الابتكار أو الإبداع الذي تم من قبل. فلو جينا كده تصورنا المدينة، ما معنى كلمة مدينة؟ المدينة دي يعني هي التي تحتوي الكيان الإنساني الكامل، وتحتوي تاريخ الفعل الإنساني أيضا اللي تم فيها، معمارة وشوارع وحدائق وتشجير وكل ما يتصل بالحالة النفسية للإنسان اللي تشجعه على أنه يبدأ. ولذلك المدينة الماجدة تخلق أمجاد، تجد شخص ماجد جاي من أنه حضارة ومن أنه تصور ومن أنه كيان محيط به. فلذلك أنا بتكلم عن الإبداع، الإبداع العلمي، الإبداع الطبي، الإبداع الفني، ما دي كلها إبداعات تدخل كلها في الخيال. لذلك وصلنا في الطب إلى هذا الخيال العظيم والمطلق. إزاي تستعمل آلات النهاردة اللي موجودة؟ الإنسان يعني اختلف. تخيل كده من 40-50-60 سنة فاتت كانت العلاج والتعامل مع الجسم البشري كان بيتم تقريبا بالتخمين، لكن النهاردة لا، في علم يقول لك لا انت بتتجه كذا وكذا وكذا. ده إبداع.